يا جماعه احنا بنعذبوهم معانا. اجمد واحده محروقه. مش شبح مالك. هاي. النهارده عيد ميلاد مين؟ عيد ميلادي انا. عيد ميلاد الحرباء الصغنن. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده فيديو عيد ميلاد يعني اجمل حاجه في حياتي الصراحه. هو المفروض ان هو مش عيد ميلاد يعني، واحنا بس عاملين سيشن وفستان. ست النكديه السنه دي قالت لك لا انا مش عايزه عيد ميلاد، انا عايزه الدنيا تبقى هاديه. طب يرضيكي يعني يرضيكي حاجه مختلفه. ما احنا مش عايزه حد. كل سنه بعمل عيد ميلاد، فانا قررت النهارده الموضوع يبقى مختلف واهدى، اعمل سيشن نتصور ويبقى فيه ذكرى حلوه واقضينا انت لوحدينا. انت عايزه يعني توثق لي يوم بس؟ بس فالنهارده هي هتعمل سيشن وميك اب. وميك اب ايه اللي هو ميك اب توتوريال ده؟ ايه ده؟ هو اسمه ماشي كده. بس انت كنت قايله حاجه عباد، مش عارف. مش هنحرق الدنيا. لا لا مش هتحرقش اللوك التاني لو سمحت. خلاص قشطه. فكملوا معانا الفيديو جماعه. في مفاجات النهارده ومعانا ناس بروفيشنال محترفه جدا هيكونوا معانا في الفيديو بتاع النهارده. اتفرجوا على الفيديو للاخر عشان في مفاجات. انا حاسه ان في مفاجات. انا متفائل مش عارف ليه. وانا كمان. فكله ينزل تحت في الكومنتات ويقول له كل سنه وانت طيبه يا اغلى واحلى حاجه في حياتي. يلا. لا قولوا لنا كل سنه طيبه بس. انا انت اللي بس. حلوين. يلا بينا. واستنى عشان احنا داخلين على دمار دلوقتي. اصلا في ناس جوه بتحضر حاجات. تعالى تعالى نوريهم. يلا جماعه انا دلوقتي هاخدكم اوريكم اشطر ميك اب ارتست وهنعمل حاجات جامده قوي قوي سوا دلوقتي. تعالوا اعرفكم. انا الميك اب ارتست بتاعتنا بتحضر العده بتاعتنا. هو انت بقى تشتغلي في وشي بكل الحاجات دي؟ يعني ايوه، ما هي هتسمكر بقى وتصلح فاهمه وتعدل كل المناظر دي. هنلعب كتير، هتشوفوا ان شاء الله واحده احسن من المنظر ده المرهق. ولا ايه القمر؟ ما تقوليش كده. قلبي والله العظيم. اجي استلم بعد قد ايه؟ مش عارفه والله. اسال بروفيشنال. ساعه واحده. جماعة بجد استنوا، هيحصل حاجات جامدة. انا متفائلة بهبة والله العظيم. هبعت لهم الاكونتات بتاعتها موجودة في الانستجرام. واستنوا طبعا في الستوريز وهنشبرق الدنيا مع بعض. ان شاء الله خير. لا انا واثقة طبعا. لا ما تقوليش كده. بس محمد واقف بيساعد هبة بالمية. انت نجمة يعني وعاملين لك ايوه. بس في حوارات دايرة هنا والله العظيم. وزياد جاي يا جماعة كمان. زياد عامل لنا شغلة اكيد. فاكرين وكاتب كتاب ده الراجل اللي صورني يوم ما انا كتبت على نفسي القايمة. يوم ما لبست ايه؟ لبست ايه؟ حب عمري. حب عمري. ايوه مش فاهمة يعني. يعني النهاردة اجمالي دي المفروض تعملني احسن من كده. طب هاتي بس كمان يا جماعه. قولوا له بس هو زياد طول تاني ولا لا؟ لان انا بقول له انت طولت. لا انا شعري طول. شعري هو اللي طول. اول جزء. ايه رايكم؟ خدنا عملنا اول جزء، لسه هنكمل مع بعض ونرجع لكم تاني. لسه يا جدعان داخلين على مرحله في معجنه. لسه هناخده وش معجنه ورد على البارد. ونسمكر دي في هاي دي. روحنا بقى ولا ايه؟ حاسه ان شكل الاول. امال انا بقى وشي اللي هو بيتكلم عليه ده ايه؟ حاسه ان هو بيتكلم على فرده كاوتش مش عارفه ليه. تعالى اوريك حاجه. ايه رايك؟ بجد لحد دلوقتي حلو؟ لا ده في خطوتين اما نعملهم اللوك هيختلف خالص. طبعا استنى نقفل الصوت. مرحله المعجونه حلوه عجباني. محمد بجد هتخانق معايا. لا انت زي ما هو. ايه مرحله المعجون حلو؟ امال انا اعمل انت يا الله في عيني. انا عيني برمي شغلها على الارض. يعني ايه مرحله المعجون؟ لا بجد تسلمي ليك يا هبه. بجد وهي زي القمر يعني. ما ده كده عشان يوم يعدي طبعا. لا بجد حلوه. بجد طبعا. يعني الطرقعه جت جايبه نتيجه ده لسه مع الفستان هيضرب بوم. لازم حضرت هدومك يا استاذ. لازم حضرت هدومك يا استاذ. انا هجرب. ماشي عادي هنجرب. مش مهم يعني. احنا كده هنتصور هنا في البيت وخلاص وناكل التورته. اجمد واحده محروقه. يا ابني ده مش عيد ميلاد. كنت ناوي اعمل لك حاجه جامده بس هي عايز تعمل حاجه هاديه. لا ده مش عيد ميلاد. احنا هنعمل سيشن نتصور ويبقى ذكرى حلوه وخلاص. التورته الجامده. ايه رايك؟ لا ممكن توريهم انا الاول؟ لا التورته احلى. لا انا الفنانه اللي قاعدين نصورها ونعمل لها ميك اب. بجد تسلم ايدك. هي يوم في السنه من نفسي بجد. هم اول مره يشوفوا الفاينل. ايه رايك؟ تسلم ايدك بجد يا هبه. بجد تحفه. بجد يا جماعه هبه عامله شغله حلوه قوي ويعني فوق توقعاتي بصراحه. واحنا مختارين اصلا لوك مجنون فهي عملته حلوه قوي قوي. فما بالكوا بقى الحاجات العاديه بتعملها ازاي. بجد تسلم ايديها والله. لا بس التورته احلى. ايه ده التورته؟ اكيد التورته مش احلى مني. انت بتقول ايه؟
ده انا باين انا هو باين كده احنا اتفضحنا. اهو بصوا يا جماعه احنا بنعذبوهم معانا. اه والله بجد احنا مطفيين النور وبنعمل حاجات غريبه جدا. بس كل هنا عشان اكيد صح الحمد لله. ايوه طبعا. كده ارفع ايدك بقى فوق. ايوه هاتي الكرطه بعيد عن بعيد عن. ايوه زلتنا معاها والله زلتنا معاها. تو ماتش توطية. انا قصيرة اه بس مش للدرجة دي يعني. تصور فور انت. يا جماعة المشكلة ان انا عايزة اكل دي دلوقتي مش قادرة. دي؟ النص ما بينهم ولا هي هبة من هنا يا من هنا؟ ما بص انا هحطها ناحية الاتنين احسن. كده يعني فاهمني؟ كده بالظبط؟ اه عايز تصغر عايز تصغر. صح؟ بص يا شيرين انا ماسكه التورته ومشغله اللي هو الصاروخ ده بدي برضه صح؟ اه فاهم قصدي؟ اجيبها؟ ماشي بس استني ناخده كام شوط من دول حلوين. يا حلوين رجعت لكم تاني. عايزه اقول لكم يا جماعه بجد ان اليوم كان حلو قوي 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 وانا اتبسطت قوي قوي يا جماعه والله العظيم. وعايزه اقول لكم الكيك طلعت تحفه تحفه بس هي اتبهدلت يعني في السيشن. الكيك طلعت حلوه قوي. هسيب لكم اللينك بتاع نور كيك بتعمل كيكس تحفه تحفه يا جماعه. على فكره ده مش دعايه ولا اي حاجه والله العظيم مش دعايه بجد. انا عادي دافعه حقها وكله تمام بس هي تستاهل ان انا اقول ان الكيك بتاعها فعلا تحفه وفعلا يستاهل ان انتوا تجيبوا يعني تجيبوا من عندها لان هي بتعمل اي شكل انت ممكن تتخيله. انتوا بس قولوا لها الفكره وهي تعمل لكم الشكل اللي انتوا عايزينه على طول. دي اول حاجه. تاني حاجه الميك اب انا مش محتاجه اتكلم عنه يعني انتوا شايفين الميك اب بجد طالع حلو قوي ازاي. وهبه بجد تعبت معايا قوي وكانت صبوره اللي هو عملت لي كل اللي انا عايزاه بتاخد رايي في كل حاجه. من الناس اللي انا يعني عارفه ان مفيش منها كتير والله لان الميك اب ارتست انتوا بيعملوا على مزاجهم في الاخر. اما هي خطوه بخطوه كانت بتاخد رايي في كل حاجه هي بتعملها فبجد حلوه قوي 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 والله العظيم. تسلم ايديك يا هبه. وهسيب لكم اللينك بتاع هبه برضو تخشوا عندها وبجد لازم يعني تروحوا لها. تالت حاجه ودي اهم حاجه طبعا السيشن بتاع عيد ميلادي كان خطير بجد. زياد عمل لنا سيشن تحفه. طبعا زياد مش اول مره اتعامل مع بعض. اتعاملنا مع بعض قبل كده في كتب الكتاب وعمل لنا حاجات بيرفكت. والمره دي بجد الحاجه الصور والفيديوز طالعه احلى واحلى. طبعا كل الصور والفيديوهات هتلاقيها موجوده على الانستجرام. في حاجات نزلت وحاجات لسه هنزلها. بجد يا جماعه هتتبسطوا من السيشن جدا. وطبعا مش محتاجه اتكلم عن الفستان التحفه اللي انا عاملاه. يا جماعه بجد تسلم ايدي ولا لا؟ يعني قولوا لي انتوا قولوا لي شايفين ان تسلم ايدي ولا لا؟ ايه رايكم؟ كده اكون خلصت اللي عايزه اقوله لكم. وبجد يا جماعه انا بجد اليوم كان حلو قوي واتبسطت قوي قوي كده. تقريبا خلاص اليوم خلص. الحلو في الموضوع ان انا الحمد لله عملت اللي انا عايزاه يعني الى ابعد حد الحمد لله. واليوم طلع حلو قوي زي ما انا كنت متخيله. وبكده خلاص نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاع النهارده. اتمنى منكم تشتركوا في القناه لو انتوا بتشوفونا لاول مره وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ويعني لو بجد بتحبوني بقى وعايزين تقولوا لي كوسانتي طيبه توصلوا الفيديو ده ل 20000 لايك صح ولا ايه؟ استاهل اسال 20000 لايك ولا لا؟ اكتر حاجه مبسطاني ان انا اخش اقلع بقى عشان انا هموت من الحر والله العظيم. باي باي يا حلوين. كل سنه وانت طيبه يا لولو. انت طيب اخويا. ايه ده عليا؟ ايه ده؟ ايه هلو 25؟ لا كنت بلعب على المرايه شويه. بصوا يا جدعان عليا كانت بتلعب كتبت هلو 25. طب ما يلا ننجز. يلا يلا بينا احنا. خش يلا بينا.